بص بقى، خلينا نتفق مع بعض على حاجة. احنا في أي بلد عربي ما بنعرفش نحتفل بأي مناسبة إلا لما يكون فيها أكل. أعياد بناكل، مناسبات بناكل، أفراح بناكل، خطوبة بناكل، وبناكل أكتر بكتير من طاقتنا. وعندنا خلط كبير قوي بين مفهوم الكرم ومفهوم التبذير. انت ما خدتيش بط؟ الراجل التخين ده اكل كل البط. وفي دراسة بتقول إن العرب لو وفروا 25% من أكلهم المهدر، يعني تقريبا ربع الأكل اللي بيترمي في الزبالة ده، لو وفروه مش هيبقى فيه ولا واحد جعان في أي بلد عربي بما فيهم الصومال نفسها اللي فيها مجاعات. وحوريكم الدليل على كلامي. النهاردة أنا وأصحابي اتغدينا بره، وكالعادة محدش فينا قدر يكمل طبقه للآخر. تعالوا نجرب لو كان كل واحد مننا احنا الستة وفر ربع أكلته اللي مش محتاجها دي. وأدي النتيجة، تقريبا 25% من أكلنا اللي كان هيترمي في الزبالة ممكن يأكل واحد غلبان ويشبعه كويس قوي. أتمنى تكون رسالتنا وصلت.